السلام عليكم حبايبنا، جيسبر كتكونوا بيان، الحمد لله على السلامه. بون، اليوم جبت لكم هذا الفيديو، جينا نحكيو على بنصاف جوهره الساحل الغربي. خوتي، بنصاف جاي في ولايه عين تيموشنت، بعيده على تلمسان ب 60 كيلومتر وعلى وهران ب 100 كيلومتر. بنصاف هي منطقه سياحيه فيها بزاف لي بلاج اللي يجيوهم 48 ولايه، فيها بزاف غابات وين يريحوا لي فامي. تبعوا معايا هذا الفيديو حتى اللافه وديو عليها نظره وان شاء الله تعجبكم كاع. كاين هاد الغابة غادي تدخلو نشوفوها، اللي هي سميتها غابة فونتاغيرا، وين يجيو بزاف من الناس من الصافيين يديرو فيها سبور وتريح في عقلك بالنظرة تاعها اللي ترقب على البحر. وكاين هذه الجزيرة اللي تبان اون فاس لينا، اللي هي جزيرة ليلى، بعيدة على شواطئ بنصاف بربعة خمسة كيلومتر. كما راكم تشوفوا، تجي تريح معنا في هذه البلاصه تنسى العالم كاع كما راه. دروكا رانا دخلنا سونتر فيل، ندورو شوية، تبعوا معنا حتى التالي باش تزورو معنا كاع البلايص.
الله فات على فيديو، ان شاء الله تعجبكم كاع اللي جالها واللي ما جالهاش، مرحبا بكم وان شاء الله كاع تجيو تزوروها. اما لا دروكا ما تنساوش تعاونونا بليجا بكومونتير وبارطاجي مع اصحابك ولا فامي تاعك كاع يشوفوها، وان شاء الله كاع تعجبكم.